ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيهة. ما في ساعتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. الشرطة تلقات بلاغ يقول أنه المنتج السينمائي ورجل الأعمال أونري كايل اقتل في داره. وبالطبيعة وقت اللي يجي بلاغ من بلاصة كما بلاغ البوليسية يجيوا يجريوه وفاتا ورات، عكس البلاغات اللي يجيهم من الأحياء الشعبية والفقيرة. مع الخمسة متاع العشية البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف في مرأة قدامه طويلة سرولة كملت الزين وجيه مصرار، عينين خضر يغرق وبالانسي حارق وشعر أصفر بسبسب رابط على كتاف. ايش نديها القنبلة؟ البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح. تفضل يا للا تفضل، باش النجم نعاونوك. نهج التريبيونال من يلي تسعم تعليل. انتم تسمعوا في مع حاتم على EFM أحلى غاديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا الميسيون متاع الأربعة 11 نوفمبر ريبيو في نوفمبر 2020. والسومير اليوم مع ميم ساهل بصفة استثنائية. مرحبا. أول خبر باش نستهلكوه اليوم هو تقرير محكمة المحاسبات. شنية أهم الإخلالات الحسابية والمالية ونفقات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019؟ شكون قتل شكري بالعيد؟ تصريح جديد لحمادي جبيلي قدم فيه معطيات جديدة. بعد رفض الدعوة الاستعجالية اللي تقدمت بها عبير موسي لإيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبير موسي تتخذ خطوة تصعيدية نرجع لها بالتفصيل. شكون التوينسة اللي باش يتمتعوا بتلقيح فايزر؟ قاعدة فايزر فينا؟ فايزر فايزر هي تكتب بي اف بي اف بي اف فايزر. شكون اسمه كما فاطمة التوكي؟ تحية الفاطمة كنت تسمع فينا. أهلا بك عزة. شكون في الإخراج؟ إيمان ولا إيمان؟ إيمان حقا هي نحن عاملين كونترا مع كونترا لونغ دوري سي دي دي سي دي اي سي دي او سي دي ام تعرفوا جوسكا لامور على في لامور على في لامور. ميرسي ماي. دونك فوالا حابين نحكيو اليوم على الفاكسان جوست من بعد باش نجبدوا حكايه بوم. فماش معطيات جديده هي بالضبط بالضبط في اللي قاله حمد جبالي، لكن بالطبيعه باش نجبدوا جانب اخر على الحكايه على الخلوذه اللي فما في حركه النهضه. بوم نحن حكينا برشا في الموضوع، بعد نرجعوا بعد التصريح فيه في التصريح اللي قالوا على مقتل الشهيد شكري بالعيد، فما حاجة قالها في الاخر هذيك اللي باش نركزوا معها. اليوم حبيت في الدخلة بوم مش برشا اخبار الحق، جوست البارح كي هبطنا من الراديو شاهدت مشهد نتفرج عليه كان في ناشيونال جيوغرافيك، ما نعرفش كان اللي يخدموا معايا شفتوا الذئاب اللي تحوس في الشارع والكليب السايبة، معناها ذيوبة ولاو معناها قطيع موت وفما دو موت هنا، دونك متكاثرين برشا خاطر البلايص اللي يبداو فيهم شوانت ولا كانوا فيهم شوانت ويظل زاد الحجر الصحي وكل الدنيا اللي وقفت شوية، دونك فما برشا كليب لقاو روحهم سايبين. فما يلزم بالحق برنامج يكون ويمكن هذا البلديات حقها تساهم، لكن زاد المجتمع المدني نجم يساهم تعقيم ممكن تعقيم من نوع اخر للكليب هذوما وما ما يتكاثروش بتتخ دي رفوج معناها يخرجوهم، مي سي تري كومبليكي وتعرف رفوج وشفنا صار في جربة ومعناها يلزمك يتحطوا في الخلية خاطر الكليب بطبيعتهم باش ينبحوا. فما برشا طرق اخرى خاطر تصور مثلا واحد يخرج يجري يبدا يعمل فيه فوتينغ ينجموا الى تاك، ومش نحكي كان على المحيط اللي نحكي عليه على لاك، ما
يعني فما برشا أحياء في تونس، أحياء الكل براتيكمان فيها الكلاب السايبة اللي فريمون متكاثرة برشا، ما نحبوش نحن نوليو كيما كالكوتا ولا بومباي. بون هما غاديك ما يمسهمش خاطر برشا يعتبروا الحيوانات هما رينكارناسيون تاع جدودهم. كفما مرة مسؤول من مسؤول في الدولة التونسية كان يخدم قنصل في الهند، وحكينا مرة حكاية قال هو من الأول مشي من الأيامات الأولى مازال من عشنا والمدينة وكيقعد فيها دونك في أوتيل في الليل يسمع في تخشخيش جريبة يعمل هكا. هبط للريسبسيون قال لهم ولادي فما جريبة، قالوا لي لي هذوكم ما تمسهمش، هذاك اخوين وعموماتنا وجدودنا هذوكم مقدسين. دونك اش عمل هو كل يوم فاليز ديبلوماتيك مطرقه وشكايره معناه اللي يرقاهم كي يكثر عليه شيء يضرب كعبيت يحطه في شكاره وتعيش. قال كان فيقوا به يكون زراهم سحلوه هاكم تراو كيفاش معناه حتى الجرابع فما بلايس الجرابع من نوع اخر. فما حاجه لاحظناها في الدنيا تتعبى ياسر قبل الكوفر في معناه ترقى صف على الكوش ترقى والامن يبدا يدور على العبيد يا ودي سكر حانوت سكر حانوت دونك فينا الماء حتى يمصمصوها حتى 8 درج وبعديش دنكو تفرغ البلاد يقعدوا بيان سور اربع كعبات في الريستورانات يسكروا بكري. فما نوع جديد من الصف قاعدين نلاحظوا فيه على الدجاجه، خاطر الدجاجه الكل ش عملوا؟ اللي هذا عمل الماكينه تاع روتي وعمل الماكينه تاع مشوي، خاطر كلهم ينقلوا على بعضهم، مثلا كي تمشي توا العوينه تلقاهم ورا بعضهم، اي واحد يبيع دجاج تلقى عامل ماكينه، دونك العبيد يشدوا صف على الدجاج، وفما كونكورونس، فما حتى واحد يبيع في الدجاجه ب 5900، بون دجاجه. برشا دجاج هي تقول عصفور سمين شوي خاطر تظهر لي الدجاج اللي يبيع فيه من بعد دخل للمدرسه التاسيسيه معناها مازال في الروضه هكا دجاجه كيفاش عنده انون كوميرسيال فروج يتسمى فروج. دونك كي تلقاو السوام معناها تنجم اون بليس كي تيب برشا نحيلك الكروت واحد كل شيء شو يقعد لك؟ هاد شيء تقعد تشم في اللفاح خاطر يفوحوا مليح ورد بيكم الحاجة اللي تبدأ حار اللي ما يعرفش يطيب يحرحر خاطر الحار ما تعرفش شنو الفيح اللي فيه تاكل الحار تقعد كونسنتري فمك على الحار تنجم معناها اللفاحات الاخرين ولا المطعم يتبدل. حكينا على الدجاج حكينا على الكليب شكون الحيوانات الاخر يتصور واحد يقول شكون الحيوان قعدنا ما حكيناش عليه شكون مش نجبته ما نجمش نجبت سياسي احترام هاي برا نجبدوا حاجه بعيده بعيده. فما جزر اسمهم فانواتو اللي هما في معناها في الهيميسفير السود جزر باراديزياك سجلوا اليوم اول حاله عدوى كوفيد وطلع منين جات حاله الكوفيد حاله وافده واحد مروح من الفاكونس عديل هو تو اول حاله تسجلت دونك جو بونس عزلوه كل شيء فوالا دونك قاعدة البلاد هذيا هي اللي تسجل أول حالة. شخص واحد جاء في جزيرة باهية كجزيرة هو جزيرة العقلية تتبدل نتاع الناس اللي في الجزر. نحن نشوفوا مثلا عندنا جزر اللي أهلين بالسكان الكبار هما قرقنا وجربة عندك بون جربة فما لاسبي توريستيك الحق مانيش مغروم بها برشا أما قرقنا براتيكمون ديما نصيف في قرقنا عندك كالم توتال بالحق العبيد مسلمين الناس ما يدور بك حد ما يركز معاك حد دونك وهما عندهم حتى كي تمشي للعريس نتاعهم عندهم نكهه خاصه دونك بوغ دي بيزمون ولا باش واحد يكتشف بعد ثقافي اخر في بلاده معناها كي تمشي القرقنة فما حاجات تراهم معناها بارتيكولير. نحن المدن ولينا نشبوا لبعضنا معناها المدن الكبار فماش حاجات بارتيكولير الا هما ناس محافظه على التقاليد لكن هو ذاك الديبيزمون هذاك الراحه كونك ترى حاجه جديده تمسك تحسها. دونك نشجع انا خاطر معناها باش نعاودوا نكتشفوا بلادنا من يمكن نكونوا اكثر منفتحين على الناس مثلا برشا الناس يحكيوا على تطاوين وعلى شباب تطاوين واليوم يحكيوا على القروان ويحكيوا على وهما يمكن
تعديوا منهم المدن هذوما، ما خالطوش العبيد، ما حكيوش معاهم، ما سكنوش غادي ايامات، حتى ما تعرف البلاد بالحق وتعرف عبيدها الا ما تعدي ايامات. دونك باهي كان واحد التوريزم انترن هاو جايين سلاع توا ممنوع بين الولايات، هما حلوا توا تنجم تمشي ليبيا ما تنجمش تمشي من ولايه لولايه، هذوما حاجات مفارقات اخرى. لكن اذا تحلت شويه ولا معناها الدنيا تبدلت، فرصة باش كل واحد يعمل امتي با يمشي يشوف يمشي يعرف العبيد كيفاش عايشة، مش هكاك حتى كي يحكم عليهم ولا يحاول يفهمهم، يحاول ينفتح الأفكارهم ويحاول معناها يراجع روحه ومواقفه من الناس هذوكم. خاطر البارح اللي حكيناه واللي خذينا ليزكسري نتاع تنسيقية الكامور الناطق الرسمي، وفما حاجات هكاك معناها انفعال وشاب ويلزمنا زاد نبخون كونسيديراسيون حاجات هكاك، ما عندنا ولادنا وعندنا خواتنا وعندنا مراهقين وعندنا شباب وعندنا نعرفوا، ونحن كنا هكاك راهو زاد اخي كان نتفكر روحي انا في عمره هو كيفاش زاد كنت عندي افكار، وكان بعض ساعات هكا حتى طريقة التعبير عنه تظهر عنيفة، لكن يلزمنا نقبلوا هذا باش هما ياخذوا ثقة في رواحهم. خاطر اللي يحس روحه اكسكلو، اللي يحس روحه معناها ما عندوش حظه في 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 بلاد وما بين معناها من مدينة لمدينة يتبدل الشيء، بعض ساعات تلقاه يعيش 20 كيلومتر على مدينة وما عندوش هو حتى الوسيله باش يمشي، وحتى كي يمشي الغادي يوقفوه وبطاقه تعريف وش مجيبك وكل الشيء هذاك الكل، لورك حريه التنقل هي حريه دستوريه يضمنها الدستور. فما الكومونيكي زاد من الهايكا على كابا فيم تخليط اللهجات يعيبوا عليهم، بون فما ميسيون الحق ما سمعتهاش لكن قريت الكومونيكي وحسب ما فهمت اللي يعيبوا عليهم تخليط ثلاثة لغات في وهما يتكلموا، معناها الدارجة العربية والفرنسية. نحن رانا في حياتنا في الناس نتكلموا في الكوتيديان نتاعنا اللغة نتاعنا مخلطة برشا، وهذه تنجم تكون غيشاس خاطر حتى كي تحير في فما كلمات مثلا بالسوري يعطيو معنى خير من العربية والعكس وبالعكس، فما بالعربية والدارجة نتاعنا هي فينالمون خليط، معناها فما ماخذة برشا من اللغة العربية وماخذة برشا من اللغة الأمازيغية ومن المالطية من السبانيورية، معناها الناس اللي جاوا عاشوا راهو اللي احتلوا تونس ماهوش قعدوا عامين ولا ثلاثة وتعداو، يعني فما الناس قعدت مئات السنين. دونك بالطبيعي كون اللغة والثقافة تصبغ شوية في البلاد هذيك. فما زاد حكيت الأثار، لقاو أثار مغمورة بالمياه في تونس، وهذه زاد كما حكينا على التوريزم معناها انترن، الأثار زاد يلزم ميزون فالور. بعض ساعات تفرج في دوكيومنتير على فواياج على كانال على فرانس دو فرانس 5 برشا في شينات تي ام اغ ام سي، معناها فهم برشا شينات يعديوا دي دوكيومنتير، نعرف التوانسه ولا اختي زادا التوانسه مغرومين ياسر بالدوكيومنتير، وخساره نحنا بالعربي والقنوات نتاعنا ما عندهاش العاده هذيا، شخص كان حتى مره في العام راهو في السينما دو تونز اوتون، لكن مره في العام دي دوكيومنتير هكا، حتى لي دوكيومنتير اللي تعملوا معناها كلاسيكيين مقاربه كلاسيكيه، نحكيو على دوكيومنتير دو فواياج طبيعة، حتى عنا دي دوكيومنتير تعملوا زادة في تاريخ التلفزة، لكن يمكن ما عادش نجموا نتفاعلوا معاهم، كاليتي دي ليماج مش كيما توا كيما قبل، كلهم يتصوروا بطريقة معناها بالانالوجيك ولا على بيتا ولا توا فما تقنية أخرى بالسانك دي تنجم الصورة تكون أوضح وتكون تنطق كيما نقول، ونجموا ليتالوناج زادة نعطيوه نكهة أخرى الدوكيومنتير. فما وحود تعملوا لكن يا حبذا كان زاد حتى المرفق العمومي يخصص مره هكا وما نعملوا ان دوكيومنتير باهي هكا سويعه باهيه 50 دقيقه مره في 6 اشهر مثلا على اشكل بالكدا، معناها مش تصاور برون لارج وكل شيء، معناها الحيوانات ونزلوا دي بيولوجيست ودي بوتانيست ولي بلونت وكل شيء، وحتى نعطيه صبغ اجتماعيه العباد اللي تعيش غادي الى اخره. دونك
يا حبذا ذاك ان نعملوا حاجات كيما هكا. واخيرا نتمنى ونقول له مبروك خاطر المكي هلال اللي اليوم دشن ليميسيون تاعو جديد على قناه الشرق للاخبار، ليميسيون اسمها مع وضد. دونك بون كوراج مكي هلال، نمشيو فاصل ونرجع لكم. قضايا هزت الرأي العام التونسي، أحكام بالسجن وعقوبات، الناس غلطت وخلصت وناس لعملت يدها ولساقها. قال لي أنت دار فيك المرأة نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي أنا. عام كامل ماني هارب، قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي نعديش مكتب من ربي ونروح، يا إما نطلع ليبيا. عائلات خسرت أقرب الناس لها في جرائم بشعة، نرجع لحيثياتها وتفاصيلها. ما نجمش نعري روح ورس بنتي يقول لي أنا مراشرة جميعتي هما بشي شوف ما سيبني إلى مقراعي. ما نص في قلبي تقسم وقت نص في جناحي تقسم نص في روح بالرسمي وحدي ما عندي حد. أسمعونا كل سبت وأحد من مالي ساعتين المطلتة في نهج التريبيونال، الانترفيو مع جهام بن عبدالله على إيفان أحلى راديو. أحلى ضحكة تمك اللي يعملهم الكل الأستاذ. أمسيو والله يا مسيو، بابا أمي مطلقين أمسيو والله، وأمي معاقة ونسكن مع خالتي. بالظهر متاعه وقت اللي يستدعاه الولي في اجتماع الأساتذة. ولدك رانا عاون نارا ماك تعرف على الأمور الاجتماعية وتلاقوا نعم مطلق يا راه في راسك إن شاء الله. وش قالك يا باخر؟ ولدك راهو سامحنا مراه معاقه امك معاقه عوقت امك من طول عائله عيقها ما يوصل باك لما يقتلنا. روح روح قدامي. من 8 ل 9 تاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم باش نبداو اليوم. بون ما خذيتش مع تسمعت المع جاب ربي عندي رتور في قولكم يعني عمكم شريتوا كيفاش منشط انا نتسمى عزا مذيع مذيع بيا مذيع هكا تجي قد عمري هكا مذيع معناها يعمل لوتو كريتيك نتاعو بيا مش خاص كان جينا كل هكا. دونك نستوي غريزمي نبداو نستهلكوا الاخبار. ماسك واستهلاك للاخبار. ماسك واستهلاك الجنجل نتاعك اللي عندنا سكوب وعندنا ربط مباشر مع دونالد ترامب من حانوت الملاوي اللي مقابل ميزون بلوش حل واحد تونسي باهي. اليوم انا سعيد علاش خاطر برشا الإعلام المواطنين كلهم يحكيوا على تقرير دائرة المحاسبات. قديش من مرة نحن بعد ساعات راو الإخلالات اللي صايرة في تونس يحكينا عليهم عملوا، أما ديما ناخذوا حاجة اللي هي تكون شوكونت شوية. هو راهو ماهيش غلطة معناها الإعلام بعد ساعات باش بغاتيغي لاتونسيون لازم ياخذوا حاجة اللي هي تظهر غريبة وعجيبة، هذيك معناها صافي بارتي من معون الصنع معناها فما حتى عيب باش نحن اوناتير. وقتاش فما عيب؟ وقت اللي التيتر ما معناها ما يكونش يعبر على اللي تقال وذي يطيحوا فيه برشا زملائي وحتى نحن كاي اف ام صارت لنا مرات غلطنا مش غلطنا معناها اسأنا التقدير في تيتر. بون مانيش نحكي على فما باجيتك اللي عملك تيتر كومبليتمون ومونتاج وتفابريك وكل شيء، نحكيو نحن على المهني معناها من جانب المهني بلاش الخلفيات السياسيه ولا الخلفيات الجاميه معناها اللايكيه باش هما يدبروا برشا اللايكات. دونك المره هذه فما تدقيق خاصه الانتخابات خاطر ديما ونسمعوا في البرلمان نسمعوا برشا نواب والمال اللي فازت في السياسه وتتعدى معناها حتى هو شنو معناها بوغ لونسي حتى تبدا جورناليست تقول لك هو المال اللي فازت قول له اعطيني ترى مثلا اعطيني اكزامبل ما فماش ديز اكزامبل ما فماش سند قانوني سند مكتوب يحكي على الشيء هذا معناها نجم تقول والاتهامات سي تري فاسيل لكن الاثبات هو اللي اصعب.
المرة هذه عنا سند، عنا ما يسمى هذا التقرير، تقرير دائرة المحاسبات، وزادة فما حاجة جديدة. أنا يظهر لي التقرير، خاطر أول إنسان استقبل رئيس محكمة المحاسبات هو محكمة الإدارية هو السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية. دونك جو بونس اوسي يمكن نشجعوا، قالوا معناه يخرج في الإعلام وعطي ديكلاراسيون. دونك الديكلاراسيون الأولى اللي خرجت على التقرير هذا خرجت من قصر كارتاج، وبعدش مشى التقرير للمجلس النواب ومشى رئيس الحكومة والتصريحات هي والعبيد الكل أسيوم بليزير دوغري، خاصة الناس اللي تحكي عندها سنوات اللي فما نوع من التجاوزات هذية، وخاصة زادة كي نعرفوا اللي القانون صارم في الحكاية هذية، فما أحكام سجنية تمشي حتى 5 سنين، فما أضعاف وأضعاف خطايا مالية بأضعاف المبالغ اللي تحطت وما هيش، خاصة اللي فيرمان ثم نحن مش نرجع خطر بالتدقيق على اللي تقال الكل فيما يخص هذايا، لكن جوست باش ناخذوا فكرة تكون انطلاقة للي باش نحكيوهم بعد. ناخذوا سي نجيب القطاري اللي هو رئيس يعني هو رئيس اللي شرف على التقرير هذايا. دونك ناخذوا الكسرين المخالفات تتعلق بالموارد، بمشروعية الموارد، مخالفات تتعلق يعني بكذلك معناها مشروعية النفقات، مخالفات تتعلق زادة كذلك معناها بفعلا معناها التكافؤ الفرص، التكافؤ الفرص معناها بين كل من تقدم الاستحقاق الانتخابي يعني مش مضمون. هذا يعني احنا عملنا عمل رقابي استنادا الى الوثائق التي تم تقديمها الى محكمة الحسابات في الاجل القانونية من القائمات التي فازت بمقعد في مجلس النواب الشعب، وزادة كذلك معناها مال يمكن يتفق زادة من جهات اجنبية، زادة كيف يتم معناها يعني توظيف المال هذايا لي يعني التمويل وللتأثير ولي يعني كسب صوت الناخب بطريقة ممكن تكاد ممكن تكون معناها غير شرعية. نأكد كون الساء فيتبعوا العمل الرقابي العمل القضائي. فوالا الجملة الأخرانية هي مربط الفرس، خاطر قبل بالحق معناها حتى رينا دي كاريكاتيو، رينا معناها قراءات أخرى للشيء هذا، ولا التقرير هذايا عزوزة ما هي مقرص تعبت والعبد الكل وترا وأرقام وإثباتات واللي تحب أنت، وبعديش نتعديو للعام اللي بعده. المرة هذه الجملة الأخرانية هي اللي مهمة، خاطر قال هذي التقرير نحن اللي قدمناه وتول مرحلة اللي بعد يتعدى للقضاء. دونك هذي لو بلوز امبورطون، خاطر إحساس بالإفلات من العقاب هو يخليك تعاود تتجاوز، وسمعنا حتى كلمة الانتخابات هذي فاسدة من الفساد المالي. دونك يظهر لي فما جانب يثبت معناها هو الفساد شنو؟ فساد شنو النتيجة متاعه؟ ناس تمشي للبرلمان وهي ما تستحقش، ولا هي كذبت، ولا هي اعتمدت وسائل اتصالية أكثر منها إقناع الناس المواطنين باش ينتخبوا. وهنا زاد مسؤولية المواطنين، لكن نحنا ما نجموش نحملوا برشا المسؤوليات للمواطنين، خاطر المواطنين الكل ما همش مطالبين ولا ما همش كل يوم كيروح من 9 سوايع خدمة وساعتين ترانسبور باش يجبد معناها الفيديو الكل ويسمع السياسيين الكل، وبعدش يحلل ويشوف هذي معناها الوعد الانتخابي هذا يتعمل ولا ما يتعملش. ناس فهم اللي ينتخب العاطفة، فهم اللي ينتخب الانتماء، فهم اللي ينتخب وهم أغلبية ينتخبوا ضد الآخر، قل لك بون فلان انا مانيش فاهم هو شي ايش حب يعمل ولا شنو، لكن انا باش نطلعه هو باش ما تطلعش فلانة. وعلى ذلك أهمية للسونداج زادة، يمكن السنوات الاولى نتاع الديمقراطية السونداج حقنا، السونداج السياسي حقنا فريمون حطينا له الاطر القانونية اللي تحصره، كما مثلا نحن في لي زوديمات زادة فما الموضوع كل عام وكل رمضان يتجبد، خاطر فما عبيد فما أعمال تحس بهم اللي هما يتابعوا فيهم العبيد بنسب كبيرة، لكن ما تلقاهمش النسب هذوكم في لي سونداج. دونك جو بونس اللي حاجات و إلي دو لارجون معناها ميز أون جو، وإلا فما مستقبل بلاد في انتخابات سياسية، يلزم فريمون قوانين تكون تحصر أكثر العملية
وتكون انثبتوا ونعسوا، خاطر الانفلونس نجم تكون كبيره كما رينا في مثلا ثلاثه تروا كانديدا من نفس العائله السياسيه، كي واحد منهم في السونداج يطلع بالطبيعة العبيد الاخرين يقول لك انا علاش باش نضيع اصواتي، هذاك ماهوش بعيد برشا على الكانديدا نتاعي، نصوت له ورينا برشا حالات مماثله. دونك هذه هي جديه ولا خاصة التسويق للأفكار، هذيك هو الخطر. داير حتى كي نشوفوا مثلا في الـ في الـ في في التقرير فما ثلاثة مجبودين اللي هما معروفين واللي هما معناها موجودين على الساحة السياسية في المجلس، حضور حتى جسدي في المجلس، اللي هما جماعة قلب تونس ممثلين في نبيل قروي، وحكيت ذيك ما حكيوا عليها زملائي اليوم نهار كامل بالتدقيق، ألفة تريس اللي خرج اسمها زادة ما خرج شوية وبعديش تو عاود خرج اسمها، وزادة النهضة اللي كونتراتو قديم على اللي الأرقام معناها كبيرة برشا. دونك هذوما فما مثلا كي خرج التقرير رينا من دون نواب، فما نواب مثلا قرروا زاد هما باش يعاونوا القضاء يقدموا شكايات، خاطر هما معنيين، هما ما ربحوش الانتخابات، هما دونك قدموا شكايات وباهي كي تمشي للقضاء خلي نشوفوا الحكايه وين باش توصل، مع انه كان قال لنا رئيس الدائره اللي سيلقى التقرير كل سيحال على القضاء وهو باش يبت بالقضيه بالقضيه. دونك اي وكان فما اثباتات، فما قائمات باش تطيح، فما انتخابات تنجم تتعاود، خاطر توا حسب اللي ريناه فما العبيد الكل فما تجاوزات متفاوته الحجم. دونك متفاوته الحجم متفاوته الانفلونس اللي صارت معناها على النتيجه، دونك هذيك زاد من اجتهاد القضاء باش يحدد النتيجه. سمعنا زاد اليوم اسامه الخليفي قال ليه نحن ما خذيناش فلوس من برا ولا ما خذيناش فلوس زايده ولا، لكن قيس سعيد خذا. بون قيس سعيد الصوت كلف عليه 30 مليم معناها، تصور معناها 90,000 دينار ابوبري تكلفت الحمله، 90,000 دينار حمله رئاسيه وربحها معناها حاجه يمكن لازم تتقرى زاده في برشا جامعات سياسيه. به دونك الحكايه هذيا يلزمها تتفضل ويلزم القضاء يكون عنده الشجاعه وتكون عنده الحمايه زي راهو سامحني انا تجي انت كانديدا في الدور الثاني نتاع انتخابات رئاسيه وصوتوا له 600,000 واحد ولا 400,000 ولا كلكو سوا اللومبر، شكون القاضي اللي باش يقرر يوقفوا بالحق؟ معناها نحطوا روايحنا زاده في بلاصه القضاء، خاطر هنا تولي عنده مش ضغوط، تولي فما حاجه اقوى من الضغوط، فما حاجه اللي نجم تمس السلم الاجتماعي، زاده يقراه حسابه القضاء الحكايه هذايا، وش خاص كان جا عنده اجتهاد في القضايا الكل، اجتهاد هكا كما اللي صار فيما يخص الحمله الانتخابيه. دونك فما زاد تساؤل بافون، دونك سمعنا برشا تصريحات هو المسؤول على الليزي وقتها صارت وناس يزون سينيالي برشا اخلالات، لكن رينا اللي فما سيغتا مومون فما ايزيتاسيون في قرارات ليزي، والهيكه اللي كانت احقاقا للحق كانت من يمكن الهيئات القليله اللي اشارت للتجاوزات هذم والمال الفاسد، ويمكن زاد هذا جانب ما يفسر الهجمه اللي صايره تحت غطاء تنقيح قانون 116 مرسوم عفوا 116 واللي هي لاسيب الاسونسييل هي الهيكل. جوست باش نحكيو على القوانين، توا نحن ماناش نتحاملوا على الناس اللي قدمت القوانين ولا وين الخلفيه، براتيكومون ناس عندها فكره واضحه سواء مصدق اللي على نيتهم قدموا التنقيح هذا ولا الناس اللي يربطوا الحكايه باللي صار ما بين نسمه والنهضه ونبي القروي والهيكه، دونك هذيك الكل مع بعض. لكن مثلا فما قانون ما اقترحته الكتله ائتلاف الكرامه اللي هو نعتبره انا شخصيا اللي قانون في وقته، هو حكايه الشيكات وحكايه الحبوسات، الحبوسات ثلث اللي في الحبس على شيكات، والشيك مليون فيه عام ظهر لي، دونك
بتاتر كان الناس كنت تشغي بواحد على شيك تحب تدخله الحبس تحبش تدخله الحبس تحب تاخذ فلوسك. دونك لازمنا نلقاو اليات جديده اللي يمكنوا باش الناس تخلص في فلوسها من غير ما تدخل الاخرين للحبس. واحد يعطي شيك فما بون المتحايل ذيك تعديه له تحايل تعديه له الشيك. اما انسان ما خلص شيك ما تخسر كان معمول على حاجه ما صارتش جائحه نراو معناها فما شركات تسكر. تصور واحد شاري حاجه بعاطي فيها شيكات ولو انه غير قانوني هذاك وحتى كان عاطي كمبيالات ديما راهو اللي ياخذ بالكريدي هذيك المشكل سيرتو توا في وين فما هذا الضبابية وبرش عبيد مثلا يخدم في خدمة يخلص شهرية بالكدا يقول كاي بر نصدم على دار ونأخذ كهرباء باهية ونعيش حياتي معناها كيما معناها يعتبر روحه نجح بتتر كيفين 40 سنة التالي كانت مقاربة هذه باهية كانت مقاربة هذه معناها حاجة يقول كا فلان نجح ورزن وكون ومسمار في حياته كله الكل. لكن توا بالهشاشة اللي موجودة ما تعرفش على غدوة اش باش يصير الى اخره بالطبيعة باش نراو برشا حالات. دونك القانون هذا يهبط معناها كان يقع المصادقة عليه بيان سور فما يفو كونترولي بالزادة العبيد ما تضيعش حقها. وزادة حاجة أخرى البنك ويني مسؤولية البنك نعاودوا نحدوا شوية مسؤولية البنك. هنا برشا عبيد يقول لك ما نقبلش الشيك خاطر حتى كان بعض باش السيد يبدا ما عندوش البنك ما يضمن حتى حاجه باش ترجعوا لي ترسين قضيه وندخل في شقلاله. دونك راجعوا الحكايه هذوما الكل ونعديوا تنقيح هذا حاجات كيما هكا معناها ما عندهاش رائحه سياسيه ما نتصورش لكن معناها حاجه عقلانيه وجو بونس اللي برشا حزاب باش يوافقوا المقترح هذا. بيه هاي نمشي لصديقنا عنا برشا ما سمعناش صوته حمادي جبيل اللي قتلوه يحبوا يقتلوا الثورة ويحبوا يسقطوا النهضة أو الترويكا وهم يجاو يمشيوا على الساخي ويمشيوا وراء فينتو في جنازته ودوائر أخرى عليهم هدفهم إسقاط التجربة التونسية اللي ما فهموهاش الناس. لو جا تورطت النهضة في ذلك هاو جاو توا فما وقت جا فيه 4 سنين لم تحكم النهضة. صوته راديوفونيك عازب الحق ناخذوا كرونيكور يا بنتي انا هكا بو انا هو يجي مثلا كان يخو السياري يكون جي نجمو يعمل حلقات نهج تريبينال ومشي هو القاتل والزنيزه بون بون مشاو في زنيزه وكل شيء جو بونس با كو يمكن كما حملوا مسؤوليه النهضه السياسيه يكون هو زاد عنده بعد سياسي. اما كي تستعمل كلام هكا تقولش عليهم معناها رفاق وهم اللي قاتلوه ما نتصورش الرفاق خاصه التوانسه راهو يمكن نحكيو كي تحكي لي على بلدان اخرى امريكا اللاتين وكل شيء نحن رانا حاجه سبيسيال معناها فريمون يوصل يقتل مجرم ساعة قبل حتى توجه فكري واحد يوصل يقتل انسان مجرم معناها بالعبارات كل حل اي ديكسيونير مجرم بعديش تطرف يوصل كل شيء حتى فما متطرفين معناها التطرف انواع واشكال لكن نقولوا فما متطرفين اللي كي باس لاكت مش اي متطرف زاد كي باس لاكت اللي دمغجوه واللي واحد سكي هو عنده خلل واحد يدمغج باش يقتل راهو فريمون عنده خلل في التفكير. نحب زاد نعطيه بلونسان ولا نعطيه تبرير ما عندي حتى التبرير في القتل يعني كل شيء نجم برر والسرقة نجم تبرر داير حتى قريت خبر واحد سرق زوز قطن خاطر جيعان كل شيء كان جا الدنيا راهو متشدش في الحبس يعني تنجم تبرر له هذاك تنجم تبرر له ولو انه السرقه تقعد زاد عمل شنيع لكن مجرم اجرام قتل وقفت حياه حد وقفت حياه حد شنو المخ اللي عندك باش يوصلك للحكايه هذه سواء اغتصبت وقتلت سواء قتلت مجانا سواء قتلت باش تسرق سواء معناها زاد نعرفوا شو نقولوا. الحاجه الجمله الاخرانيه قال الاربع سنين حكم النهضه ما حكمتش بتتر ما حكمتش لكن حكمت في مفاصل دولة حكمت في دخول انت ثورة معناها نحكي مع على معناها نعلق على كلام السيد حمادي جبالي كي تقول ثورة اش عملت النهضة للثورة أبا راك ركحت جو تحالفات علاش
هل كان عندها الخيار باش ما تعملش تحالفات؟ هل كان عندها خيار باش ما تتفاهمش مع النداء؟ هل كان عندها خيار؟ يظل لي القرارات اللي توا تتباهى بها النهضة اللي هي خذتها لتهدئة الأجواء ما كانش عندها خيار. الحريات، هل نتفكروا نسخة الدستور اللي كانت النهضة ضربت عليه البونية وبعديش صاروا توافقات ما عطتهمش كادو، ما جات شيء من الأول، قالت الحريات ما فيهمش لعب، ولا حكيت المرأة مكملة للرجل وبرشا جمل منه وهذية. دونك بربي معناها توا نحن نحبوا نقدموا، نحبوا وانتم حتى كنهضويين تحبوا تفتحوا صفحة جديدة مع الأحزاب الأخرى وتمدوا يديكم، وحتى شيخكم ولا رئيسكم ولا رئيس مجلسكم وعنده برشا تيتروات كيك الجينيرو، عرفتوا من طال الفريق اللي عنده نيشان هابط حتى للركبة هكيك، حتى قعدته في الحوار الاخراني متاع الوطنية سيد راشد الغنوشي معناها على عرش. لكن زادة يحز في نفسي باش نقول هكا، لكن العمر يلزمنا نعطيوه كارو، يلزم الانسان يقعد بك الهيبه نتاعو معناها ويقعد النصوح، لكن القرارات خاطر كي تخلط العمر ذاك فما برشا عباد تحب زاده من حقها تكون هي طموحه كما انت في عمرهم كنت طموح، وبرشا عباد اللي ما عندهمش الطموح اللي نحكيو عليه يتكيو عليك ويوخذوك في قرارات اللي انت بتاتر ما حققش خذيتهم، معناها ما عندكش ركول، مي زاد انت من داخل ما عندكش اختيار. دونك الكل حكايه اختيار. دونك هذا هو تعليقي على اللي قاله سي حمادي جبالي. يظن يلزمنا نتجاوزوا برشا حاجات، خاطر كان جيب سياسي عنده برشا ما ظهرش يعاود يرجع لك. بون جو بونس اللي زاد السؤال يوجه، مي كومام حتى كان وجهه لك السؤال هذا احسن حاجه تكون نتويو صفحه الصفحات اللي فيهم جدل، التاريخ هو يحكم، ولا اعطيو انتم سبل ولا اعطيو الامكانيات للمؤرخين باش يأرخوا بكل حياديه وبكل حريه. دونك كان بودنا الناس الكل حتى اللي معناها اللي هما في الحكم ولا مش في الحكم، به سيدي علاش نحن داخلين الجائحه اللي هي قلبه الموازين وفريمون باش تلزنا على المر والامر، نبداو أموان صفحة جديدة ونتعدي والحاجة أخرى. باه قداش باهي نمشيو لكسرين الرابع الثالث مش لازم متاع سي الهاشمي الوزير. احنا تو باش نبداو نورمالمون في فترة أولى 20% من التوانسة اللي هما معناها معروفين لكاتيغوري، واللي هما حتى المنظمة العالمية للصحة تنص ومعناها لي ريكوموند. فما الناس اللي متقدمين في السن، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الطاقم الصحي باش يخدم، والناس اللي عندهم مسؤوليات كبار واللي مشيوا في الدولة، الجيش، ومن بعد نجموا حتى نوصلوا ل 50%. باهي حكاية الفاكسان، عندنا برشا أخبار على الفاكسان هذايا. مثلا هو يلزم يكون في حرارة أقل من 70 دقري. دونك باش تجيب الفاكسان هذايا سي تري كومبليكي، فما دي بروتوكول معقدين على ذاك، ما نجموش مش هذايا حاجة سلعة حضرت كارزونا طيش في الفريت وجيب، لا فما برشا اجراءات وزادة يليا ريسك وفما كنترول. ما تعرفوا مثلا كي تجيو بليزيوغ دوز كيما هكا بعد ساعات من انواع الكنترول، كونك تاخو على كل دوز تاخو كعبه او اسار وتحللها تثبت فيها الدوزاج والتكوين تركيبه الفاكسان. دونك فما برشا حاجات. الحاجه الثانيه ال 20% مرحله اولى الطب والمسؤولين السياسي معناها مسؤولين الدوله باش الدوله تكون محميه والناس اللي اريسك وكل شيء. دونك نحن هذه الكل منطقي وقابلين به، اما خايفين من حاجه وهذا نوجهه من با لوزير الصحه لرئيس الحكومه، نحن نوجه هذا الزوز قطاعات، نوجه هذا القطاع النقل ساعة الفريت والدوزاج. أنا يظهر لي يلزم فرق خاصة من الجيش تستقبل الدوز من المطار
والاسكورت لي دوز المكان امن يسر عليه الجيش كما على صناديق الاقتراع. رانا متلايعين مانيش نقول فيه ذي خاطر نستبق في اللي باش يصير راهو اقراو معناها التدوين قريتها ديرنيغمو على سرقة في الباجاج اقراو في تقرير دائرة المحاسبات اقراو مثلا شابيتر متاع وزارة الصحة اقراو الناس اللي داخلين في 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 تريب جديد عنده سنوات ملي قاعد يتصاعد روحي روحي والباقي كل اون سون فو خاصة في الحكاية هذه نحن نراوهم تدخلات في بعضهم وناس تحت الطاولة وكل شيء خرجوا في الزقوقو بسيحير ذي حكاية حياته وموت فاكسان يعني ما فما ريسك باش يتفتفوا باش ناس تهزوا باش ناس داير حتى ريت حاجة تضحك يقول لك الدولة باش تحسبوا بقديش والكناطرية قديش باش يحسبوه يعني حتى الشعب التونسي ما عادش يتعجب من الناس ترفق في الدواء الناس ترفق وشوفوا قضايا وفي المحكمة ضربة ضربتين واحد سرق دواء من من سبيطار من صيدلية معناها فما الترافيك هذا انيفيتابل دونك انا يظل اللي طمئنت الجميع معناها كي كون تو اسكورت وتضمن اللي ما فماش دي فويت نتاع لي فاكسان خاطر حكاية مهمة جدا نرى والمواطن ينجم يقبل حكاية الأولوية لشكون ويستنى وكل شيء خاطر ضامن اللي إذا تقول له مليار هما دوستين تلقيح لكن إذا تقول أنت باش نلقى حينا 20% يستنى لكارونت اللي جايين يستنى معناها قال نجم نوصل 50% نستنى دونك حماية الفاكسان حاجة مهمة يزم نقراو لها فريمون حسابها يزم نقلو معناها ان يضمن المواطن التونسي اللي حقه ما يجيش واحد عنده شكون صاحب در شكون عساس في دبو من الدبويات اللي محطوطين فيه الواحد ولا ولو ريسك موان 70 دوغري معناها ما هما باش يستمتعوا هذا المكتر في اللي يسرق يغلب اللي حاحش باش يعملوا جلاسير ويعبيه بالثلج هذاك الثلج الغذائي واللي باش يحوف وش يحطوا غادي معناها يستبقوا يا عندهم يستمتوا كي يحبوا يحوفوا دونك فينا المو هذية شخص كان يقع الاعتماد على حاجات هذيك باش المواطن يطمئن والمواطن ينجم يستنى خاطر هو الضامن باش بعديش تخلط الفاكسان نحن فاكسان دلا غريب وقت قالوا راهو ينجم يعاون وكل شيء وننصحوا العبيد مقطوع معناه في ساعه خرجوا لي دوز وبعديش فما شكون وفما حتى شكاوي في المحاكم نتاع واحد سارق درا قداش من دوزه والاخر سارق زاد دي فاكسان فاكسان يتسرق دونك معناها يظهر لي يلزمنا نعسوا بالكدا وسورتو خاطر ماك تعرف اللي باش يرقى قداش هي باش تتكلف ولا قداش معناها في الفارماسي باش يتعمل الفاكسان باش يولي الفودلور خاطر برشا زاد عبيد في مخاخهم يقول لك انا وقت اللي باش نزرق الفاكسان نجم نحي الكمام وما عادش تعديني ليه فما زاد خدمه كبيره توا راهو الفاكسان وقتاش الليفي نتاعو نجم يعمل روجي نجم انت البدن نتاعك ما يتوقش حاجات فما برشا عمل توعوي ويمكن الفاكسان وقتاش يبدا في كاس دونك 28 جور من بعد لكن هل فما ريسك نتاع الفيروس نتاع 2021 يطلع فيروس مختلف برشا حاجات يلزم العباد تفهمهم قبل ما نسوقوا للفيروس هذا باهي دونك قلنا الفاكسان يستظروا فيه العباد الكل فما فاكسان اللي يستناو فيه زاده نتاع الصين ونتاع روسيا ابارامون علاش فايزر خرجت في ساعه الريزولتا خاطر لي زوتر فاكسان مثلا في الصين يجربوا في فاكسان معناها صارت برشا اعراض دونك وقفوا التجارب السريريه ما يسمى التجارب السريريه في روسيا ما عندنا حتى كان في دانوس تعمل ومن بعد الفيروس معناها الفاكسان
غاب على الوجود وما نعرفوش في ماشي وكيفاش. لكن الفايزر فما دول ماخذته بجدية، فما دي كوموند دي بري كوموند، أمريكا هي بيان سور وألمانيا يظل خطر معهم بيو انتيك اللي هي شركة في الليلابوراسيون تاع الفاكسان، هم باش يكون عندهم الأولوية. حتى الاتحاد الأوروبي خذت 300 مليون دوزة، ونحن اوريزمون لو ام اس حسبتنا ولا حطتنا في ليستا 5 دول عنا الأولوية. نشوف فاصل صغير ونرجعوكم. على العشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون. Tout de suite هذه نوفيل جينيراسيون. Pardon. Ah oui. Faites attention. سرق الحناش دي ما حضر ما يبداش. Merci. دالي دالي تونسي. برشا انرجي. Ah oui. جميلة الفريق هذه اللي دي العسلي. مروي المزين اقوى مقلد يا فنان. أحمد العجيمي ما تنساش ليدوان. ولا ندوان. نوفيل جينيراسيون. سرق الحناش وبقية الكيب والضحكة جارانتي. نوفيل جينيراسيون. EFM أحلى راديو أحلى ضحكة. شوفها شودي وانت صغير ومزلت باش تعيش برشا حاجات، إذا غشك واحد المرة الأولى راه مش انت المشكلة، هو غشيش، وإذا عاود غشك المرة الثانية راه غشش كبير وما يصلحش ومعاش تخالطه، وإذا عاود غشك المرة الثالثة انت مدك ودغفة يزم تدفر روحك خير. استنى استنى زيت حشي بيه. ما نعرفش. ما تعرفش هذاك هو التونسي يعرف لي وحشتو بيك توا توا، اما ما يعرفش علاش. اي خلينا نمشي نخدم على روحي. من 8 ل 9 متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. كاريكابتور غريبة، واحد مازال مصيف في الشتاء في نوفمبر اللي يقول لك حنيش نوفمبر. به الكاريكاتير اليوم يقول واحد في الكهرباء يسوق. حقنا ماني سبونسورينغ الكهرباء، شركة عالمية تعطينا كهرباء. يقول له السيد العون، الكمامة بالحق إجبارية في الكهرباء، يقول له أشخاص الآخر ينقصوا من السبان في الكيس. قريب من المتوسط. تلقاشي واحدك تخطلك لوتو كريتيك، كذلك راه ما نتقدمو كان باللوتو كريتيك. انا نعمل زاد الكاريكابتور الكاريكاتور كابتور كاتور جوست باش تكون فاهم وراها معلومة. فينالمون فما برشا عباد ماشي في بالها الكهرباء إجبارية، وبرشا تخطاو وهما في الكهرباء الحالة الوحيدة اللي إجبارية كي تبدا معاك حد ما تعرفوش في الكهرباء، معناها ما عندكش لا قرابة عائلية، وكي تبدا وحدك بيان سور ما يكلمك حد. جوست بعد ساعات كي مثلا يوقفك عون ولا باش تحط، معناها محبط تحط الكمامة وداير ولاو يعلقوها العبيد في الريتروفيزور. وريتك عزة معلقتها واحدة واحدة شك ثوم علاش تحط على العينين. تبعد في السحر. بالحق قاعدين يسحروا فيك. عندي آخر مرة مشيت للجبانة لقيت تصويرتك. دونك كي يبدا معاك في لواج في تاكسي يلزم زوج حاطين الكمامة، نجموا كي يطلبوا بطاقة تعريف قاك أنت وصاحبك في الكهرباء، نجم يطلب عليك بطاقة تعريف يلقاكم مش نفس العائلة مش نفس اللقب، دونك يخطيكم. دونك فوالا هذايا رسميا جو بونس خاطر سألت الأمن قالوا لي لا لا جوست هكا لواج تاكسي ولا نقل ريفي كيران، معناها النقل العمومي اللي يعتبر عمومي، وحتى السيارات الخاصة فما اجتهاد يقول لك نحن ما نركزوش مش ديما نركزوا. دونك كي بداو زوز ما يعرفوش بعض ما عندهم حتى قرابة طالعين في الكهرباء، مثلا سائق ومع حد كوفواتيوراج ممنوع، ما نجمش تصور تشد كيف خطيت كوفواتيوراج وترافيك نتاع البشر نجم عدي ويلو وعدم ارتداء كمامة وبرشا حاجات. لهم يكون يحط كيفاش هو يحط حاجة معناها يعطي الطوع ولا باش ما تتقراش كلامي بالمقلوب، خاطر المرة اللي فاتت وقفني عون ويسمع فيا.
دونك قلت له فن نهار ببري قال لي لي انت شيخ الفازق قال لي قلت له ما فما حلقات فلتهم ارزمو هاي نمشيو بلا ماسك بلا ماسك بلا ماسك بلا ماسك. الخبر اليوم باهي 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 اللي هو قالك معدل انتاج النفط اليومي يتجاوز 30,000 برميل بعد يوم من إعادة فتح صمام الضخ بالكامور. صمام الضخ اللي هو الفانا الفانا ريت الفانا أسهل بعد يسقول لنا هاي كشبيكم تستعملوا في الكلام السوغي. في صمام الضخ صمام ضخ البترول الفانا تتلخص في صمام ضخ البترول زعما بالدرجة هذه بون معدل انتاج مش واضح برشا الرقم لكن هاكم انا شفنا معنيش بترول معنيش لكن الفانا كي ترجع اموا 30,000 برميل ما تلعبش بهم معناها باهين باهين 30,000 برميل كرابت قداش تاكل برميل برميل وعندك البرميل برميل دو بلاس دونك دونك فوالا جوست فما حاجة حبيت نحكي عليها. هانا قاعدين اليوم نهار كامل تحركات في القيروان بون السياسيين جو بونس حتى كي عملوا حتى كي قالوا نافي با لو شوا قلنا البارحة قلنا نحلوا بعقلانية أكثر هل كان للحكومة خيار آخر غير ترجع الفانا هانا لأن الفانا رجعت 30,000 برميل نعرفش قداش سومهم هل يغطيوا الكلفة ولا بون هذوك حسابات أخرى. الحاجة الثانية من حق البلايس الجهات يمكن زادة يقول لك ها ورقاو حل معناها نحن زادة يمكن نخلطوا للتهديد بين الظفرين ذاك نجم يوصلنا الحل لكن فما المنويل ذاك يمكن يحبوا يجربوه على برشا ولايات إن شاء الله ما يكونوش كل مزروبين ويحبوا كل شيء فرد وقت خاطر يلزم يكون واحد عقلاني راهو فمش فلوس دونك يمكن بشوية بشوية تحرك الفانا الفانا تنجم تعطي ما نعرفش فما حسابات يلزمهم يتعملوا فما حسابات يلزمهم يتقالوا وبالشفافيه راهو كل شيء نجموا نتوصلوا له معناها نشدوا العصام من الوسط بون هما توا شادين المتراك من الوسط نحن نحبوا نشدوا العصا من الوسط دونك والجهات زادا يمكن هما قبل حبوا يلقاو حلول باللي سيكتور مثلا يقول لك نعملوا نشوفوا حلول قطاع كامل معناها يمكن زادا الولايات تكون مقاربة أخرى حل مشاكل كل ولاية حاول تحللها مشاكلها نحن شاو عنا الوقت قدامنا وش خاسرين جربنا كل شيء وما مشيش دونك نجم نجربوا حاجة كمان هك أما هني باش نربطها أنا برقم اليوم مثلا قريت اللي صادرات الغلة مثلا ليبيا كنا نصدروا لها كمية سنويا السنة نقصت بنسبة 50% مش لعبة 50% وجيماجين حتى الصادرات اللي كنا ناويين مش حتى الغلة معناها كل منتوجات الفلاحية حوت زيت زيتونة رمان السنة ما صدرناش برشا لكن السيربلو هذايا نتاع الكونسوماسيون نتاع برودكسيون عفوا باش نعملوا له معناها حتى كي تهبطوا للسوق هاو نهبطوا نحن للسوق يوميا ما تراش تهافت كبير على غله غاليه معناها الاسوام معناها اقل حاجه ولو انه ارخص من عمناول في الفتره هذه لكن يقعد ديما الغله غاليه دونك العباد ما فماش استهلاك كبير علاش ما نجيوش نقولوا هاي 2021 جانب كامل من معناها جانب هام من ميزانية التنمية نخصوه للغذاء للصناعات الغذائية تحويل الصناعات ما تبيعش التمر تحاول وتعمل به حاجة أخرى تعمل تحاول تسوقه بطريقة أخرى الحوت الماكلة سيرجولي اللي توا بالكونفينمون معناها من أكثر شركات عاملة من أكثر شركات اللي عاملة أرقام كبيرة هي اللي يعملوا سيرجولي بيتزا سيرجولي الحوت حتى طايب وني معناها دونك التحويل الغذائي تشوف ماركة فرنسية تدخل بها تجي حبش نسمي ماركات خاطر يتباعوا زاد هنا الماركات هذوكم لكن تجي تتفاهم معناها تعمل مصنع تصنع من هنا برودوي فريشك بيوت تعمل لابيل جديد ميدن معناها صنع في بلد الشمس حاجات شويه كرياتيفيتي
الفو ديفلوبي حاجات هذوكم. والتوريزم زاد بيه هكا توا معناها عام كامل، والعام الجاي زاد ما ظهر لك الامور باش تتلحلح وباش تتحل. زاد لي دو سيكتور هذوما الفلاحه والتوريزم اولويات الجهات. انتم باش تعملوا مشاريع تنميه، حاولوا من بين مشاريع التنميه اللي باش تعملوهم في القروان في قفصه في اعملوا حاجتين، اعملوا تحويل الصناعات الغذائيه حاجه مهمه جدا دونك تنجم يدعم لهم بلوس. فما دي برودوي يقعدوا عام يصبروا عامين دونك ما عندكش حتى الديستوكاج ما عندكش هذا يغلى باش تتلف. او خاصه زاد الايكو توريزم وقايت اللي حكينا على التوريزم انتيريور بكري، لكن الايكو توريزم فما مناطق يزينا من البحر ويزينا من الدي بي ام ويزينا من الجو الكل على الساحل. هيا فما عنا جبولات عنا شلالات عنا باراجات، واحده كيما بني متير كان تعمل دورها الكل اللاك ولا واد زرقا دورها معناها باللي كابان لوح، والكابان لوح ما تكلفش كيما اوتيل ولا بيتون ولا بالحجر معناها يعطيو حتى للشباب سيدي كل واحد يجير 10 دي كابان كي يكبر من بعد ويرجع فلوس البنكة ينجم يرانفيستي في حوض اخرين. خليو ابتكروا ما اون با الشوا اون بلو لو تون اون بلو لو شوا اي اون بلو لو تون ليميسيون فيت مي اون لو شوا باش نرجعوا لكم غدوه كيما كل يوم من 8 ل 9 ان شاء الله. كنت خفيف ظل عليكم، نقول لكم باي باي تصبحوا على خير.